اليوم الباب على المعلم، والعلم والمعلم ذخر، والمدرب كذلك ذخر، خاصة اللي تقول عنهم اللي يملون الأبوية. يا سلام. عندنا مدرس كان يجيني في سنة خامسة، هل كان خطي لا جاء، ما ودنا تنتهي الحصة. يا سلام. الله الحظ. اي والله ما ودنا تنتهي الحصة من كلام، من يمكن احد المجموعات اللي موجوده وياي يمكن يسمعوني الان، لكن حقيقه ما ودنا تنتهي. لا صفرت، بعض الاحيان نقعد والفصحى شغاله وهايب من الله، لكن نبغى نسمع شو اللي يقوله. جميل. صفرت يعني ما في كهرباء يوم صفينا؟ لا صفرت يعني عندنا صفارات احنا ما في كهرباء، ما عند... لا لا ما عند... عندنا جاز بس ما عندنا طعمك وصفارة. زي الحكاية. لا صفر. يا اخوي كذا ولا لا؟ هذا زبال المضادات ما بعد تلحقه. سمعت ولا صفر طال عمرك طلعنا. والله ما ودنا تصفر. سبحان الله. عشان نسمع شو اللي يقوله المدرس. وكل صاخ. بعض الاهل يجينا المدير يقول الفصل ما في احد. والرجال يشرح. وهنا نستمع. فالاب يومنا قبل يتوفى رحت ازوره في المستشفى، طبعا ما قالوا لي الا تعالي. الله. والله يوم دخلت عليه وشفته طبعا في اخر ايامه. سبحان الله. يقول الدكتور ظنيتك واحد من عياله. الله. من البكاء اللي حصل. الله المستعان. قبول من الله. انت ولد من عياله يا ابو سيد. والله انا من عياله. انت من عياله وكل